عسلامة 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 سلام لاباس عليكم؟ الحمد لله. وانت قدموا لي رواح. ندى بنيني نسكن في صفاقس. مرحبا. ربح نسكن في صفاقس اصلي جبنيانية. مرحبا. تقراو؟ اي نقراو. اليوم القراية تمثل ضغط للتلميذ التونسي؟ اي على الاخر. كيفاش؟ بخاطر رحنا يعني بحكم توا جماعة الباك ولا أي حاجة هيك، مانيش نحكي على جماعة مثلا الابتدائي ولا نحكي على جماعة الباك، يعني مشاكل الكل رجع على التلميذ، يعني هما ما بينات بعضهم ترجع كان التلميذ هو المتضرر فيها، ما فماش حاجة. نحكي على الوزارة والنقابة هنا. هاي احنا المتضررين فيها، كان صارت أي حاجة احنا باش نتضروا، كان فما مشكلة احنا باش نتضروا، هاو مرة احتجاج، هاو مرة بطلنا القراية، كيما توا عاملين حاج بالعديد، يعني احنا شكون متضر؟ احنا متضرين. وفي شنو يستناو؟ يستناو انه في التلميذ لازم ماخذيننا حقنا، يعني فمش حتى حاجة. تلقى ضغط في الدفوارات وما يرحموكش، معناها عادي تعدي جوز دفوارات، معناها تاريخ وجغرافيا نهار عادي، ما يقلقهمش، معناها ما يهمهمش، يقول لك كي امورك احنا ويضربوا، معناها يضربوا من بعد تاني يرجعوا كل شيء علينا احنا، فهمنا؟ هو كيما في فازت لي صارت وقت لي خليونا نقراو جمعه بجمعه ونحيونا اشطر بروجرامات متاعينا، يعني شكون الضر؟ احنا الضرينا، التلميذ الضر. توا مثلا كي نجيو نقراو صار حاجات مانيش فاهمينها، خطر نحوها لنا من البروجرام متاعنا، نحيونا اشطر كل شيء، نحيونا من البروجرام، ضرينا كان احنا توا، يعني فما حد متضر كان احنا، كان التلميذ متضر في الحكايه. توا هما ما ينجموش يحلوا مشاكلهم ما بينات بعضهم من غير ما يعملونا احنا احتجاجات، ومن غير ما ينحونا البروجرامات، من غير كان احنا متضر. قال لك الاكثريه اصلا، حتى التلميذ الثاني ما اصلا دفورات الاكثريه ماش تنعديهم، وماناش باش وبزيد باش يحجبوا عدد التلميذ الثانيه، معناها وليزي يعديونا وما يرحموناش بالحق، ما مش رحمينا في القرايه. تراو في روحكم ضحيه؟ هاي اكبر ضحيه التلميذ برسمي علق. اكبر ضحيه التلميذ خاطر هاك تشوف، يعني بروف ما خسر حد شيء، معناه يقري ويمشي يروح على روحه، ما عنده كمل قرايته كاو ما يهموش، معناه اعطيه يكمل البروغرام نتاعو، واذا كان ما كملوش يبدا ما على بالوش البروف. معناه الحاجات اللي في القرايه اللي تحبوهم تتبدل؟ برشا حاجات، كيما حاجتهم مثلا مش يعملوا مشكله، ما يخلوناش احنا الضحيه في الوسط، ما يخلوناش احنا توا يستنوا في التلميذ هو اللي يتحرك، علاش لازم نحنا نتحركوا باش هما يتفاهموا ما بينات بعضهم؟ خليهم يتفاهموا بعيد على التلميذ، يعني ما يخلوناش احنا الضحيه، خلينا احنا الضحيه. الوقت زاده، حتى الوقت فيه ضغط راه، واصلا معناها لازم يبدلوا برشا حاجات بالحق. تو انت كي باش تقري تلميذ حاجه قريها له من الاول، ما تقعدش تخليه معناها لين يوصل باش يكتشفها، معناها كيما الفرنسي وكل كل حاجه، معناها تو احنا كي باش نوصلوا دوزيام تروزيام مش نوصلوا اكيد باش نقراو فرنسي، دوك علاش مش من الاول يقريوا المواد هذوما؟ فهمت؟ من الاول معناها يقريهم باش التلميذ ما يقعدش في الضغط. انا بالنسبه لي حاجه واحده نحبها تتبدل، انه توا احنا علاش يقريونا الفلسفه كان كي نوصلوا للتروازييم، يعني ومن بعد يحطوها لك فواكات، يعني في الباك يحطوها فواكات، علاش في التروازييم يحطوها لك ضرب واحد وفي الباك يحطوها لك ضرب اربعه؟ ما يصيرش، يعني هكا كانت مش في التروازييم كانت مش برينسيبال، ومن بعد تولي برينسيبال، علاش مش من الاول حتى برينسيبال؟ يعني هكا نحسها حاجة. فما مواد مش مهمة؟ لا ما فماش حاجة مش مهمة، كلهم حاجات مهمين يعني. أما الحاجة الخايبة أنه من بعد باش تستغنى عليهم الكل، علاش كي أنا باش نستغنى عليهم الكل، علاش نقرا فيهم من الأول يعني؟ كيفاش باش تستغنى عليهم الكل؟ إي بعد باش فما مواد من بعد باش تستغنى عليهم في الفاك ولا كي تمشي ولا من بعد في الباك، توا في الباك ثقافة عامة ليه؟ مش حكيت ثقافة فاهمة يا خا، نقراها وبعد نستغنى عليها كيفاش؟ يعني أنا تعبت فيها وقريتها وكل شيء، بعد باش نستغنى عليها؟ علاش نحيدي فيهم المواد؟ ما هو من الأول يا نحيهم جملة، من الأول ما تقريشهم لي، يا قريهم يعني طول، فمش علاش نحو فيها.
نعرفوا انه نسبة النجاح في ولاية صفاقس ديما عالية ومرتفعة. اي الحمد لله. حاجة بيه هذي. حاجة تفرحك ولا؟ اي بتبيع تفرح، حاجة تفرح. بتبيع تفرح خاطر انك تكون مثقفين وكل شيء، حاجة تفرح على الاخر. تقرأ باك انت؟ اي بكليتر. حاول انك تكون لولا. لا مش لولا، مش لولا، لولا مش الاخرى زادة هكا متوسط، لازم يعني مش لازم لولا، لولا مش لازم الاخرى، الاخرى الحمد لله نكون متوسط. ثم تنافس في القسم ولا هاي بتبع تنافس كبير يعني، اما بين الاولياء وبين الاوائل يعني، العباد اللي لولا مش العباد الاخرى باش تكون تنافس. اما في صفاقس ديما تنافس راه على قراية، ساعات كل تنافسين يعني يتنافسوا فيما بين بعضهم. ساعات التنافس متاعهم يكون خايب، راه مش ديما انك تتنافس معناها، فما عباد تحسدك حتى كي تجيب نوت خير منها تحسدك، فهمت؟ في القراية مش ديما معناها التنافس يكون حاجة. قلت انت صفاقسية ديما الاولانيين ديما يتنافسوا في القراية، سواء الاخر سواء الاول ديما يتنافسوا، ما يحبوش يكون خير منهم، يحبوا ديما مع بعضهم. وهذه حاجة فيك انت ولا لا؟ لا ما خاطرني مانيش صفاقسية، صفاقسية جيت نعيش في صفاقس انا كافية، ما عادش تحسهم يتنافسوا. ما ورثتهاش حتى عليهم؟ لا لا الحمد لله يا ربي ما ورثتهاش عليهم. الحمد لله حاجة باهية انك تحب تتنافس وتحب على المركز الاول. اي صحيح تحب على المركز الاول، لما عندهم عادي يبيعوك، عندك عادي تبدي انت وصاحبتك، عندها عادي تبيعك باش تكون هي لولا. حاجه خايبه انك تبيع صاحبتك باش تكون انت لولا، ولا هيش حاجه باهيه بتبيع يعني. على القرايه، على القرايه سامحني، يفهموا عندهم مش لعب ولا مع القرايه، وعندهم مش لعب وموش كان مع القرايه راه في برشا حاجات. شنو هي الحاجه؟ ما نعرفش، لازم تحبها تكون خير منك، لازم في اي حاجه حتى تكون صاحبتك راه تحب ديما خير منك. انا ما نحبش نكون متنافسه مع روحي يعني. نفسش مع المركز الاول ما يعنيكم حد شيء؟ مش ما يعني لي حد شيء، ما هيك قدرات الانسان، راهو كل واحد وقدراته، انت تمشي بقدراتك مش لازم تمشي بالتنافس نتاعك. يعنيني انا حق، ما نحب معناها اني نفرح ماما وبابا، معناها اني نكون لولا، فهمت؟ اما كي تعبت وما نجمتش الله غالب. خلي لكم كلمه الختام، ربي يفرج على تونس. ولا بالرسمي ربي يفرج على تونس، بالله يرحمونا شويه في القرايه كاو.